تقودها جماعات إرهابية وقادة ميليشيات ومتطرفون محاولة تضليل المواطن بأخبار مزيفة. وقد وصلت الأكاذيب ذروتها اليوم مع إعلان القوات المسلحة تحرير مدينة سيرت والسيطرة عليها من قبل وحدات الجيش سيطرة كاملة، فبدأت معظمها بنشر شريط عاجل لا صحة لمحتواه ولا مصدر حقيقي له، فنفت وجود اشتباكات داخل المدينة تارة وتارة أخرى قلبت الكفة وذهبت بخيالها، فزورت تقدمات الجيش الليبي واعتبرته تقدما لميليشياتها. ومع تسارع الحدث وبعدما تم تداول خبر السيطرة الكاملة للوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني وتأكيده عبر وسائل إعلامية مختلفة وعلى نطاق واسع، سرعان ما تراجعت وجرت أذناب الخيبة وأعلنت استسلامها بصمت طويل. فتغير تعاملها مع حدث انتصار الجيش الوطني من النافية والمزورة إلى الصمت المنهزم، فبعضها طاب لها عرض حلقة من مسلسل عربي، وأخريات صارت تفتش في أرشيفها باحثة عن ماضي كانت فيه كلمتها مسموعة. لقناة ليبيا الحدث، ألا عياد. مشاهدينا الكرام أينما كنتم حياكم الله وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة على شاشة ليبيا الحدث، والتي مع الحدث لحظة بلحظة منذ انطلاق عملية الكرامة في ربوع البلاد كافة. اليوم القوات المسلحة تجتاح وتكتسح مدينة سيرت في برق خاطف جديد. اليوم القوات المسلحة تحرر أحياء مدينة سيرت مع انتفاضة شعبية مساندة للقوات المسلحة من أهالي المدينة. اليوم القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة سيرت بالكامل بعد ثرثرة وغوغائية وهمجية إعلامية قالت بأن القوات المسلحة غير قادرة على تحرير شبر واحد من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. عادت سيرت وتعود أحمد. مشاهدين، انضم إلي في هذه التغطية الخاصة ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد المهدوي المحلل السياسي والأستاذ الجامعي. أرحب بك بداية أستاذ أحمد، كيف تابعت عملية برق الخاطف الجديدة التي قامت بها القوات المسلحة اليوم في مدينة سيرت؟ 3 ساعات فقط كانت كفيلة بتحرير المدينة بالكامل. في البداية أهلا بك أستاذ أحمد ومرحبا بمشاهدي جميعا. نحن صراحة فرحانين فرحة كبيرة جدا. ألف مبروك عودة سيرت إلى حضن الوطن، ألف مبروك للمشير، ألف مبروك لأبطالنا أبطال المحاور أبناء المؤسسة العسكرية أبناء ليبيا الحقيقيين اللي لا باعوا ولا ارتهنوا للغير، يعني الليبي الأصيل اللي لن يرضى بأن يقاتل بجواره تركي ولا سوري ولا مرتزق ولا إلى غير ذلك. نحن تعودنا من قواتنا المسلحة هكذا عمليات، يعني ليست المرة الأولى اللي فاجأنا فيها جيشنا بهكذا برق خاطف. يعني رأيناه في الحقول النفطية، رأيناه في الجنوب، ورأيناه في العاصمة طرابلس. يعني ليس بجديد على قواتنا المسلحة، ونحن منذ البداية رهننا وكان رهاننا صحيح، رهننا على الفرس اللي سينتصر في النهاية وكان رهاننا صحيح. لن نشك يعني ذرة واحدة في قدرة قواتنا المسلحة لأن هي تحسم هذه المعركة. قلناها مرارا وتكرارا سيد أحمد أن لو أراد جيشنا إنهاء العمليات العسكرية سواء كانت في طرابلس أو سيرت لاستخدم القوة الكاسرة وأنهى هذه العمليات، ولكن هناك تكتيكات، هناك استراتيجية، حاولت تجنيب المدنيين، حاولت الحفاظ على ممتلكات هؤلاء المدنيين. ورأيناهم اليوم الحمد لله دخول، يعني كان دخول فعلا دليل على أنه جيش مدرب، جيش مؤهل أنه هو فعلا يحمي حدود وطننا. ألف مبروك لنا، نحن كنا يعني هذه فرحة عارمة للجميع. ماذا ترد على اتهام الميليشيات بأن القوات المسلحة في صفوفها مرتزقة للقتال وبأنها لا تملك العدد الكافي لتحرير العاصمة طرابلس؟ الآن القوات المسلحة تحاصر العاصمة في كافة محاور وتجتاح أيضا تسيطر على أحياء داخل العاصمة وتقوم بعملية أخرى في مدينة سيرت وأيضا تؤمن المناطق المحررة. هو من يرد عليهم سيد أحمد؟ يرد عليهم الطيران اللي موجود
ينقل أفراد القوات المسلحة والقوة المساندة. رأيناهم بالطوابير، جناس تقف بالطوابير أمام المصارف، أمام المخابز، أمام ملذات الحياة، وهؤلاء الشباب يقفون طوابير من أجل الذهاب إلى محاور القتال. نعم. أعتقد يعني صورة هي اللي تجاوب عن نفسها، لأن نحن لا نجاوبه. أنتم أعطونا صور اللي عندكم، حافلات تقل مرتزقة سوريين، حافلات طائرات تقل إرهابيين من جبهة النصرة. نحن جهارا نهارا، أبناؤنا وأبطالنا يوميا يذهبون، هم من يطلبون الذهاب. أنا اليوم صادفني شخص اليوم في الصباح قال لي شوف لي وين يمكن أن نتطوع مدني وليس عسكري باش نمشي نقاتل في طرابلس. يعني دليل على أن لا وجود لمرتزقة بيننا، وإن كان كما يدعي باش آغا بأنه لديه أسرى من الروس أو غير الروس فليخرجهم إلى الإعلام. هو يعني ما نقول لك عندي أسرى، أخرج إلى الإعلام. نحن الشيء بالدليل ليس بالكلام. صحيح. من يقاتل؟ من أحرز التقدمات؟ من 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 حتى الطيران، عندما قالوا الطيران أجنبي سقط الطائرة عندهم واللي تم القبض عليه الأسير لواء جقم ليبي من مدينة المرج، يعني لا يوجد بيننا مرتزق. ولكن على العكس، نحن قبضنا على أمريكي، قبضنا على تركي، قبضنا على يعني من شتى جنسيات. يعني صحيح. هنا المفارقة سيد أحمد، يعني من يقاتل في صفوفهم ومن أرهن الدولة الليبية وباع الوطن، هو هنا الفرق. الجندي اللي قاتل في صفوف القوات المسلحة لديه هدف ولديه عقيدة، هي حماية الوطن وإعادة الهيبة والسيادة الوطنية. أما الطرف الآخر الميليشياوي هو من يملا جيوبه بالأموال وباع عرضه وباع شرفه وباع وطنه من أجل دراهم معدودة. الجلابلي السوري، وهناك فيديوهات موثقة تثبت دخول السوريين عن طريق تركيا إلى مصراتة إلى طرابلس. يعني هذه كلها أدلة قد إن شاء الله في القريب العاجل يعني نرفعها إلى محكمة المحافل الدولية لمحاكمة المتورطين في إدخال ليبيا لهؤلاء الجماعات الإرهابية إلى ليبيا، محاسبتهم قانونية. نعم بالقانون، نحن ما نفتروش على حد سيد أحمد. طيب، الثرثرة الإعلامية والاستعانة بالأجنبي والاستقواء بالغزو التركي من أجل ردع وحدات القوات المسلحة التي تخوض معركة الشرف والعزة داخل العاصمة طرابلس، الجيش يرد على الأرض. هو اللي حصل اليوم من دخول إن شاء الله العاصمة بإذن الله، دخول إلى سرت، ردا على ادعاءات أردوغان بالأمس أنه سيرسل جنود أتراك وأنه بدأ بإرسال وسيدخل الحرب. وطبعا نحن الكل يعلم إلا أن أردوغان يستخدم البروغاندا الإعلامية، يستخدم إعلام فقط لا غير، لا يستطيع الدخول ولكن بحرب. المستشارين العسكريين، نعم هو يبعث مرتزقة، يبعث كذا، يبعث أنه هو يخش بقوة عسكرية كبيرة كما أوهم السراج، فهذا محال ولا يستطيع أنه هو يخش في حرب مباشرة مع قواتنا المسلحة، لأنه جربهم من يوم 4-4. قواتنا المسلحة قاتلتهم من يوم 4-4، ليس بجديد على قواتنا المسلحة أن تقاتل المرتزقة الأتراك أو السوريين أو الإرهابيين. نحن قتلناهم منذ انطلاق عملية كرامة، رأينا السوداني، رأينا المصري، رأينا التونسي، رأينا الجزائري، رأينا جميع الملل، يعني حتى الأفارقة كلهم قاتلوا في صفوف عصابات السراج. ولكن في النهاية ما يعني هم انهزموا والآن محصورين. ودليل استغاثتهم واستماتتهم على التدخل التركي ويعني خوفهم الشديد من اقتراب الحسم في العاصمة طرابلس، لخير دليل أن قواتنا المسلحة فعلا انتصرت عليهم، فعلا استنزفتهم، فعلا لا وجود ولا قدرة لهم على مواجهة ومجابهة القوات المسلحة. فإن كانوا فعلا كما إعلامهم يصور وأنهم قادرون على ردع قوات المسلحة وأنهم أنا قلتها من قبل سيد أحمد، أن من استطاع أن حافظ على تمركزاته، يعني ليس بالتقدم، تمركزه بس على تخوم العاصمة، دليل هذا انتصار في حد ذاته. يعني انت الامداد متاع قوات المسلحة ما يفوق 1000 كيلومتر، وهذا في حد ذاته انتصار لمدة 9 شهور أو 8 شهور، انتصار في حد ذاته. انت لم تستطيع ان تردعني، تأتيني اليوم وتقول انت قادر على ايصالي الى الرجمة، فهذه احلام الميليشياوية، يعني حلم، قالوا حلم ابليس بالجنة انهم هم يستطيعوا الانتصار على قواتنا المسلحة. احنا نتحمله هي ما هو النصر الا صبر ساعة، صبرنا كثير والنصر نراه بعيننا. قريبا ندخل العاصمة، قريبا سينتفض أبناء العاصمة، نحن أمننا كبير بكر في أبناء العاصمة. الوقت كم الآن، قواتنا المسلحة قامت بما عليها، والآن وقت أبناء العاصمة. سنعود إلى منطقة الغربية وتحديدا عاصمتنا الحبيبة طرابلس. ينضم إلي عبر الهاتف الآن مباشرة آمر غرفة عمليات
سرت الكبرى لواء سالم درياق، ورحب بك بداية سيادة اللواء. الآن الوضع الأمني داخل مدينة سرت والتحام الأهالي داخل مدينة سرت مع قواتهم المسلحة، كيف رصدتم هذه الاحتفالات؟ وأيضا هل هناك مرتزقة أتراك أو سوريين تم القبض عليهم في صفوف الميليشيات عند دخول القوات المسلحة طلائع الجيش الوطني إلى مدينة سرت؟ كرر السؤال، ما سمعت السؤال يا. كنت قد سألتك ما هو الوضع الأمني الآن داخل مدينة سرت، كيف تعمل القوات المسلحة على تأمين مدينة سرت، وأيضا من خلال هذه العملية التي انتهت في خلال 3 ساعات فقط كما ذكر المتحدث العسكري منذ قليل في مؤتمر صحفي، هل اشتبكتم؟ هل كانت هناك مقاومة؟ هل قمتم بالقبض على مرتزقة أتراك أو سوريين داخل مدينة سرت؟ والله بفضل الله وفضل قواتنا المسلحة وتعليمات سيدي القائد العام للقوات المسلحة والخطة التي رسمنا بها، نحن الآن سيطرنا على سرت بالكامل. نعم. وبدون أي خسائر، والحمد لله، يعني ما فيش أي خسائر منا وما فيش أي مقاومة منا بصراحة. نعم. هل هناك يعني لا وجود لتراك مثلا والله أي؟ نعم، كنت قد سألتك هل تم القبض على مرتزقة جانب داخل مدينة سرت من سوريين أو أتراك يقاتلون في صفوف الميليشيات؟ لا 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 يمكن. نعم، الأوضاع الآن بشكل عام في مدينة سرت؟ تمام، يعني تحت السيطرة، يعني الحمد لله كلها تحت السيطرة. نعم، لواء سالم درياق آمر غرفة عمليات سرت الكبرى، كنت معنا من عين الحدث، أشكرك جزيل الشكر. أعود إليك أستاذ أحمد المهدوي، كما ذكر آمر غرفة عمليات سرت الكبرى بأن الوضع مطمئن وأن القوات المسلحة تسيطر على مدينة سرت بالكامل دون استثناء. هذه ربما رسالة موجهة للميليشيات المسلحة من مصراتة إلى طرابلس، هذا الخط الساحلي ربما يمتد إلى 200 كيلو متر، مدن هناك مساندة للقوات المسلحة، الخمس، القربولي، قصر الأخيار، زليطن وغيرها من المدن. الآن هل وجبت الانتفاضة في هذا التوقيت بالذات؟ نعم، هو شوف، منطقة أو مدينة سرت لها بعد استراتيجي بالقوات المسلحة، يعني بالذات قاعدة القرضبية الجوية، يعني أنت سيكون الاعتماد عليها الفترة القادمة لانطلاق طائرات السلاح الجوي الليبي حتى يقعد عملية المساندة للقوات البرية في التقدم أو في الاقتحام أقرب من مسافتها لو أنها جت من إبراك الشاطئ أو من الوطية، يعني ستقرب المسافة لأن العدو كان عند الإسبقية هذه، لأن كان الطيران يطلع من مصراتة إلى العاصمة طرابلس، كان يمتلك هذه الإسبقية. الآن الحرب حرب هنا ضربات استباقية سيد أحمد، من يستطيع أن يقدم على الضربات الاستباقية هو اللي يكون له القول الحسم في الأيام القادمة. أعتقد بأن بقرب القوات المسلحة من منطقة المنطقة الوسطى، نحن الآن نتكلم عن المنطقة الوسطى، هي منطقة محدودة جدا الآن. نعم. سيضيق الخناق على مصراتها، مصراتها ستعيد ترتيب أولياتها، أعتقد أنها قد تسحب حتى أبنائها من عاصمة طرابلس، هم سيتمتون على مصراتها لكي لا يدخلها الجيش. لكن هناك من يتحدث أن وقت الانسحاب انتهى، المهلة أعطيت. لا، هو نحكي لك عليه من تفكير الميليشياوية، من تفكيرهم هم أنفسهم، يعني سيفضلون مصراتها على العاصمة طرابلس بعدما قالوا فيها الفساد وإلى آخر. هم يعتقدون بأنهم سيهربون لو دخلوا إلى مصراتها ويحتمون بالأجنبي، قطر، بتركيا، بإيران. هو طبعا يقولوا نحن أحلام وأهات اللي هي الميليشياوية، كيف ما قلت لك أحلام، يعني هو حلم إبليس بالجنة أن هم يفلتوا من أي عقاب. المزرعة متاع الكلية الجوية، الكلية العسكرية بالأمس، لن يهربوا منها، هم لهم اليد ولهم يعني التخطيط والتمويل وكل شيء كان من تكتيك الميليشياوية. فأعطى ولا براك الشاطئ اللي حدثت فيما سبق، هل سيفلتوا من كل ذلك؟ لا، يعني احنا نقول لك المسألة مسألة وقت. لكن على الخمس، إذا كان فعلا الخمس تريد أن يعني تنضم إلى الوطن، تنضم تعود إلى جادة الصواب، عليها الآن الانتفاضة، كذلك مسلاتها، يعني تأخذ من ترهونة نموذجا. ترهونة يعني قدمت للمدن الغربية نموذج في القتال وفي البسالة، وأنا لا أتكلم عن ترهونة كونني أنتمي لهذه المدينة، لأني بأمانة أنا لست جهويا ولا، لكن ترهونة أحرجت الجميع في المنطقة الغربية، يعني قدمت
في وقت يعني كانت قد تخسر كل شيء، ولكن راهنت فعلا، راهنت على الوطن، راهنت على انضمامها الى الجيش. يعني المفروض يعني مسلاتها انت قريبه من ترونه، يعني احضوا ترونه، الخمس، القربولي، تجوره، يعني شباب العاصمة، إلى متى الصمت؟ إلى متى أبنائكم يقتلون كل يوم؟ يعني انتفاضة بسيطة مثل الآن، يعني كيف ما نقول إحنا الحمل الثقيل قد خف عليكم، القوات المسلحة يعني خففت عليكم الحمل، الآن هي انتفاضة خفيفة جدا من الداخل، ستنهي هذه العمليات يعني تنهيها نهائيا. يعني مش عارف أنا إلى متى يعني هذا الصمت، لكن المطلوب الآن من مع من؟ ستكون مع الوطن أم مع الأتراك والأجنبي؟ يعني هي هذه نقطة فاصلة الآن في تاريخ ليبيا، والتاريخ يسجل، التاريخ لن يرحم أحد. يعني الآن صفحات التاريخ مفتوحة، طلق في تقريره هو كتاب جيال، الصفحات مفتوحة، من سيسجل اسمه بحروف من ذهب، ومن سيسجل اسمه بالخذلان وبالعار يعني يوصم له ولأبنائه. الآن الفرصة سانحة، الانقضاض على هذه الميليشيات، مساندة القوات المسلحة، نأخذ من مدينة بنغازي ومدينة ترهونة النموذج ونتقدمه، لأن بأمانة الدور الشعبي والانتفاضة الشعبية لها دور كبير في حسم العمليات العسكرية. نحن نعلم أن الشعب في المنطقة الغربية مع القوات المسلحة، لكن فيه ضغط، فيه خوف، يجب نزع هذا الخوف. ما فيش حاجة اسمها يعني ميليشياوي يقدر عليها، بالعكس نحن قادرون على إنهاء هذه العمليات، انتفاضة بسيطة من شبابنا في المنطقة الغربية، وأنا على ثقة بأن الانتفاضة ستكون اليوم أو غدا بإذن الله. شبابنا لن يخذلونا، وسندخل يعني حتى لقاءاتنا القادمة بإذن الله ستكون من قلب العاصمة طرابلس. طيب برأيك ما هي الخطوة التي سيخطوها مجلس، أو نتحدث عن حكومة الصخرات في طرابلس الآن بعد أن قامت القوات المسلحة أو عملت على تحرير مدينة سرت، وهي عازمة على تحرير باقي التراب الليبي من ظلم وكبث هذه الميليشيات، ما الذي ستقوم به أكثر من العار الذي قامت به بجلب للغزو التركي الآن لصد القوات المسلحة؟ هو شوف أستاذ أحمد، هي الحكومة أو ما يسمى بحكومة، هي ليست حكومة، وليست يعني ما هيش موجودة فعليا على الأرض، هي حكومة الصخيرات سلمت زمام أمورها إلى الأتراك، بدليل أن فايز السراج موجود في بريطانيا ويتم في تصويره ويتسوق في أسواق الفاقرة، صحيح، تاركا الميليشيات وتاركا الأبناء الكادحين والفقراء المضحوك عليهم الآن في الجبهات، وهو موجود خارج البلاد وقاعد مسلم الأمر ليبيا إلى غرفة عمليات تركية وقطرية وغير إلى غير ذلك. من يقود العمليات الآن؟ سوريين وأتراك وأجانب، يعني هو غير موجود. فلذلك أعتقد أن حتى فتحي بشاغة اللي هم معولين عليه، فتحي بشاغة اختفى على المشهد نهائيا. فتحي بشاغة نتحدى أي شخص يحدد لنا مكانه، يعني حتى في مصراته لا يستطيع أن يكون حتى في مصراته. كل هؤلاء خارج الوطن الآن يبحثون على مخرج لهم من المأزق اللي وضعوا فيه أنفسهم، ومن العار اللي سيظل يلاحقهم إلى أبد الدهر، يعني لن يستطيعوا الخروج منه. غير أنهم هم يستجدوا ويستنجدوا بحكومة بالأتراك لا يملكون أي شيء. حكومة الوفاق يعني تم إنهاءها، أو تم هي ميتة سريريا ويقوموا بإنعاشها بين الفينة. نعم، يعني هي غير موجودة ولا تستطيع أن تعمل شيء. طيب كيف سيستثمر مجلس النواب هذه الانتصارات على الصعيد السياسي الدولي، خصوصا أن هناك انتهاكات جسيمة باستجلاب غزو تركي للأراضي الليبية؟ شوف، هو مجلس النواب يعني الحمد لله بدأ الآن يستفيق من النوم العميق اللي هو كان فيه، بدأ يعني يعيد الثقة اللي فقدها الشعب أو فقدها الناخب لنوابة، فعلا أثبت أنه هو محل ثقة من جديد يمكن أن يعول عليه من القرارات اللي صدرها بالأمس، يعني بالأيام أمس أو أول أمس، القرارات اللي صدرها يوم السبت كانت قرارات فعلا حاسمة فاصلة، كان من المفروض أن تصدر منذ البداية. تأخر كثيرا يا سيادة النواب، تأخرتم علينا كثيرا جدا حتى تغول علينا الإرهابيون. كانت هذه الخطوات منذ البداية، منذ أن خرج علينا ما يسمى بالمقاطعين أو المنقطعين، كانت لابد أن تخرج هذه الخطوات، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي يعني أبدا. ولكن يعني في بعض النواب اللي لابد كشفهم ولابد يعني فضحهم أمام الناخبين، من لم يحضر جلسة يوم السبت يعتبر ضد الوطن وضد مصلحة القوات المسلحة وضد تقدم الجيش. كان من المفروض أن الجميع يحضر حتى يعني يقطع الطريق أمام
الاخوان المسلمين هم يشككوا في 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 نزاهه او او نعم. قانونيه الجلسه. لكن قصه ان مجلس الامن مجلس النواب لا يملك ان هو يرفع او يطالب من مجلس الامن الانعقاد. كان من المفروض على مجلس النواب ان يعني يرفع هذه المذكره الى الجمعيه العامه للامم المتحده والجمعيه هي من تدعو مجلس الامن للانعقاد، او تقوم يعني بالزيارات اللي قام بها السيد عقيله صالح. حقيقه ان هي زيارات ممتازه خارجية، نحن نحكي عليها الدبلوماسيه المكوكيه. يقوم بزياره الى دول دائمة العضوية في مجلس الأمن يوضح لهم وجهة النظر، وهذه الدول يعني نحن لدينا فيها أصدقاء، فرنسا روسيا الصين، يقوم بإقناعهم وهي من تقدم بمشروع لمجلس الأمن تطالب بعقد جلسات طارئة. لكن الخطوات ممتازة، خطوات فعلا كان مطلوبة من مجلس النواب أن يقوم بها منذ البداية. طيب بعد عقد جلسة مجلس النواب هناك خط آخر وهو الخط العسكري. المتحدث العسكري اليوم خرج في مؤتمر صحفي وتحدث عن عملية تحرير مدينة سرت، وذكر بأن هناك مجموعات إرهابية تم رصدها، مجموعات كبيرة إرهابية تم رصدها فرت من مدينة سرت. برأيك أين ستتوجه هذه المجموعات الإرهابية الآن، وما الذي تجهز له في هذه الفترة؟ هو أستاذ أحمد منذ البداية كانت أضحوكة حرب ما يسمى بالبنيان المرصوص على داعش، كانت أضحوكة وكانت تمثيلية هزلية واضحة المعالم، مخرجها لم يتقنها إطلاقا يعني. بدليل أن لما تخرج علي وتقول لي حرب بهذه الضخامة وبهذا الدمار اللي دمروا فيه مدينة سرت، يلي هم الآن مش قادرين حتى إعلاميا تقدر تصور داخل مدينة سرت وهم مسكين، الجيش دمر بنغازي، الجيش دمر درنا، ماذا فعلتم أنتم بسرت؟ ولكن ليس هذا موضوع الحديث. الحديث الآن أين هي جثث الدواعش اللي أنتم قتلتموهم في سرت؟ إذا كان كيف ما تحكوا أن سرت كانت معقل للدواعش اللي بالألاف، كيف ما قلتوا أنتم ما خرجتوش علينا بأكثر من 20 إلى 300 جثة يا سيدي، وين؟ أين الباقي؟ وين من فر منهم؟ صدقني القصة كلها كانت مفبركة، هي عملية هروبهم أو تسهيلهم، تسهيل انتقالهم من وإلى خارج سرت وإلى الدول اللي هي حتى عن طريق الهجرة غير شرعية. يعني دليل أن حكومة الوفاق هي من ترعى الإرهاب وهي من تشرف إشراف مباشر على الهجرة الغير شرعية. ولكن خط سير الآن هذه الميليشيات أما سيكون مباشرة إلى مدينة مصراتة أو إلى جبال مدينة بن وليد، فيا ريت أن القوات المسلحة تكثف من طلعاتها على الشعاب الجبلية اللي في مدينة بن وليد والطريق المؤدي إلى مصراتة، لأن ليس لديهم ملاذ إلا هاتين الطريقين، ما عدا ذلك فهو تحت يعني نظر وتمشيط القوات المسلحة، لن يستطيعوا التوغل في الصحراء. مدينة سرت موقعها مهم جدا في المنطقة الوسطى، وهي مدينة كبيرة وحاضنة للجيش الوطني من أهاليها وسكانها وقاطنيها. هل سنشهد في هذه الفترة تحكيم العقل من كبار مشايخ مصراتة في هذه المرحلة؟ هل سنشهد ربما وصلة ربط سياسية أو اجتماعية بين ما قرره الشعب الليبي وإرادة الشعب الليبي الآن، بعد ما القوات المسلحة ربما وجهت ضربة احترازية لهذه الميليشيات ومن يقبعون في مدينة مصراتة؟ هل سيتحول الأمر إلى مرحلة سياسية جديدة أو مرحلة تفاوض؟ هو للأسف أستاذ أحمد أن كلما خرج علينا كيف ما نقول إحنا قبس أو شعاع بسيط من أمل من عقلاء مصراتة، يخرج علينا المتغولون يعني الأوباش من الميليشيات ومن المتحكمين فعليا في مدينة مصراتة ويقوموا بطمس هذا الشعاع وإطفائه. مصراتة لا نستطيع أن ننكر أن هناك شرفاء في مدينة مصراتة. مصراتة مهما كان هناك فيها ليبيين، فيها ناس وطنيين يعني لديهم الغيرية، والله أنا متأكد أنهم هم ما مش راضين حتى على الاتفاقية ما بين السراج وما بين أردوغان. ولكن من يملك زمام الأمور في العاصمة في 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 في, في مدينة مصراتة هم قادة الميليشيات اللي هم موجودين الآن، أمثال بادي وأمثال السويحلي وأمثال بشآغا والرعيض والفقي، هؤلاء هم من أفسدوا المشهد السياسي. ياريت أهالي مصراتة ينتفضوا إذا كان أنت تريد العودة أو تريد حتى يعني الانضمام إلى ركب الوطن، عليكم أن تخرجوا حتى في مظاهرة بسيطة تقولوا كلمتكم، إنكم لا غير مسؤولين عن تصرفات هؤلاء الناس، لأن الحرب عندما تقترب من مصراتة لن تفرق بين ما هو راضي وما هو غير راضي. يعني أنت سكوتك يعني الساكت عن الحق شيطان أقرص، وأنت الآن ترى بأم عينيك بأن من هم حولك ناس يريدون تدمير الدولة الليبية، يريدون استجلاب المستعمر، يريدون إرهان الدولة الليبية وسيادتها إلى الغير، إهدار للأموال بشكل غير مبرر بغير يعني حتى خيالي.
الشعب الآن يعني والله أنت تشوف حالات في الشوارع، يعني الحياة الاقتصادية صعبة جدا في ظل نحن دولة غنية ولدينا كثير من الأموال. نعم. لماذا؟ لأن في سوء إدارة وفي فساد إداري بسبب هؤلاء الميليشياوية أو دواعش الاعتمادات ولا غير ذلك. فيعني ريت من إذا كان في عقلاء فعلا في مصراتة، يعني نحن ما زلنا مسكين في نظرية أن ما زال يوجد هناك عقلاء في مصراتة، ما نبوش نقولوا لا خلاص ننهو فكرة أن هناك عقلاء في مصراتة أو هناك، نحن ما زلنا نعول على الخير وما زلنا نلتمس، التمس لأخيك 70 عذر، ما زلنا ملتسين العذر. يا أهلنا في مصراتة، هل يرضيكم ما يقوم به أبنائكم؟ يعني كفوا أذاكم، نحن لا نريدكم منكم أنتم، كفوا أدى أبنائكم عن الشعب الليبي فقط لا غير. طيب، هل تحرير مدينة سرت هو بداية سقوط الكابوس عليا في المنطقة الغربية؟ تحرير مدينة سرت بداية عودة السيادة الليبية لكافة التراب الليبي، وهنا سنقولها وستكون عنوان حلقة بإذن الله، هذه بداية النهاية بإذن الله. المعارك قاربت على الانتهاء، وصدقني من الآن وإن ربما سأكون متفائلا زيادة على اللزوم، ولكن منذ هذه اللحظة ستتساقط المدن واحدة تلو الأخرى، وليس ستتحرر، ستعود إلى بإرادتها إلى حضن الوطن، وفي ظل وجود قوة هي قوة القوات المسلحة والجيش اللي يحمي الدولة المدنية الحقيقية، وليس دولة أردوغان ودولة الأتراك والحاكم العسكري التركي. الدولة الحقيقية المدنية هي في ظل جيش وطني ليبي. نعم. ليبي، حط خطين تحت الليبي، هو من سيحمي حدود هذه الدولة المدنية. نعم، الأستاذ أحمد المهدوي المحلل السياسي والأستاذ الجامعي كنت معي هنا في الاستوديو، أشكرك جزيل الشكر. الشكر أيضا موصول لأمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق الذي أطلعنا على تفاصيل عملية تأمين مدينة سرت بالكامل بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة. مرحبا بعودة سرت من جديد إلى حضن الوطن. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه التغطية، لأن نلقاكم في تغطية أخرى. دمتم ودمت ليبيا بألف خير، إلى اللقاء.